دلوقتي كل العمليات اللي بتحصل في الدي ان ايه من اولها لاخرها. اول عمليه او اول حاجه اتكلمنا عنها وصف الدي ان ايه ذات نفسه، تمام؟ وقلنا ان الدي ان ايه عباره عن دبل هيليكس او حلزون مزدوج. لو جه حد وسالك ايه مكونات الدي ان ايه، فهترد عليه وتقول له نيتروجين بيس او قواعد نيتروجينية، تاني حاجة شجر، تالت حاجة فوسفيت. دي مكونات مين؟ الدي ان ايه، قواعد نيتروجينية وشجر وفوسفيت. وعرفنا ان القواعد النيتروجينية دي ليها اسمين، اسم البيورين وحاجة اسمها البايريميدين. وعرفنا ان الاي بيرتبط بالتي برابطه او برابطتين هيدروجين بوند، والجي بيرتبط بالسي بثلاث روابط. وده كان الاستراكشر الرئيسي لمين باختصار كده للدي ان ايه. ولو حد سالك على الشجر بتاع الدي ان ايه ترد عليه وتقول له دي اوكسي رايبوس. دي قصه الدي ان ايه. واول عالم اتكلم عليه واتكلم عن الوراثه كان مندل، ولكن تاني عامل كان فريدريك، واللي اثبت انتقال الدي ان ايه زي ما خلنا في المحاضرات اللي قبل كده. اول عمليه بتحصل في الدي ان ايه اسمها عمليه الريبليكيشن او عمليه الانقسام. طيب ايه اللي بيحصل في عمليه الريبليكيشن او الانقسام؟ ان احنا بنجيب الدي ان ايه، بيجي لنا انزيم اسمه الهيليكيز، ده اللي بيفك الدي ان ايه. وهو بيفك الدي ان ايه بيفكه من النهايتين، النهايه اللي فوق والنهايه اللي تحت. المنظر اللي اتكون عندنا ده اسمه ريبليكيشن فورك او شوكه انقسام. ولو ركزت هتعرف ان احنا عندنا اتنين او شوكتين انقسام، والاتنين بيبقوا اوبوزيت دايركشن او اتجاههم عكسي، يعني واحدة لفوق وواحدة لايه لتحت، تمام؟ بعد كده دي ان ايه عشان ما يرجعش يلحم مع بعضه تاني، قلنا بيبقى فيه بروتين اسمه سنجل ستراند بروتين، ده اللي بيخليهم انوايند يفضلوا مفكوكين. بعد كده بيجي حاجة اسمها البرايميز او البادئ، واللي بيبدأ من عنده عملية الترجمة. بعد كده بيجي حاجة اسمها الدي ان ايه بوليميريز، وده اللي بيكون عمودين الدي ان ايه، عمود ليدنج وعمود لاجنج. من 5 لـ 3 قلنا عليه ليدنج وبيبقى continuous، من 3 لـ 5 قلنا عليه lagging يعني بيبقى مقطع. لو حد سألك عن اسم القطع فاسمها اوكازاكي، ده الراجل اللي اكتشفه وسمها باسمه. وعشان تلزق مع بعض بتحتاج انزيم اسمه ligase انزيم. دي اول عملية او دي عملية الريبليكيشن بتاع الدي ان ايه. طيب نكمل مع بعض. الدي ان ايه وهو بيستنسخ كان ممكن يحصل فيه ميوتيشن او طفرة، تمام؟ تعال اكلمك عن موضوع الطفرات برضو. الطفرات بشكل عام نوعين، اول طفرة كان اسمها بيس او بوينت ميوتيشن، تاني طفرة اسمها الفريم شيفت. اول حاجة البوينت ميوتيشن يعني طفرة في حرف واحد،
تمام. الطفرة اللي في حرف واحد دي ليها 3 أنواع: silent، إما إنها هتطلع في الآخر صامتة، miss sense، nonsense. الفريم شيفت ميوتيشن دي طفرة بتحصل بسبب addition أو deletion. نبدأ في أول طفرة. السايلنت ميوتيشن دي بتطلع نفس الأمينو أسيد، يعني مثلا لو افترضنا إن الـ ATC بيطلع أمينو أسيد في المخ، فالطفرة تحصل إنها تتحول لـ TTC، أهو بدلنا حرف ولكن طلع نفس الأمينو أسيد، فبيقول عليها الطفرة الإيه؟ السايلنس. طيب إيه الطفرة بقى؟ الميسنس، وإيه الطفرة بقى اللي بنقول عليها إيه؟ النونسنس. الميسنس إن يحصل تبديل ولكن بديفرنت أمينو أسيد، فمثلا عندك الـ ATC اللي هي كانت للمخ تتبدل بـ AAC، وده بيطلع ديفرنت أمينو أسيد، ده في الرجل، فتلاقي عيني طالع بروتين مختلف في مكان مش مكانه، وغالبا بيبقى نون فانكشن وبيعمل مشاكل. اخر نوع طفرة النونسنس، ده بيطلع حاجة اسمها ستوب كودون. هنعرف ان شاء الله ان مثلا اليو سي اي ده بيطلع امينو اسيد مسؤول مثلا عن الذكاء، يحصل طفرة يتبدل بيو جي اي وده ستوب كودون، فيعيني جسمك وهو رايح يعمل الجين المسؤول عن الذكاء يتبدل بستوب كودون، ويتوقف بروتين الذكاء وما ينتجش في جسمك او ينتج بايظ، وبالتالي الموضوع بتاعك يبقى ايه؟ انتهى وانت غبي وهتستمر. الفريم شيفت ميوتيشن ده بالاديشن او الديليشن، زي ما احنا عارفين او لسه بنعرفش ان الامينو اسيد بيتقري 3 حروف 3 حروف، تحصل طفرة addition او deletion نضيف حرف ايه مثلا، فبالتالي جميع انواع الحاجات هتتبدل، بدل ما كانت ATC CTA ATC هتتقرا AAT CC، فكله اتبدل. عشان كده الفريم شيفت ميوتيشن بيعمل تبديل في كل الامينو اسيد، ودي كانت تاني عملية ناخدها الميوتيشن. التالتة حاجة اسمها الجين ترانسفير او نقل الجينات، دي تالت عملية. هنعرف ان نقل الجينات بيحصل في 3 عمليات. اول عملية كان اسمها الترانسفورميشن. ايه عملية الترانسفورميشن دي؟ باختصار شديد دي العملية اللي حصل في تجربة جريفيس، ان انا كان عندي بكتيريا جواها صفات متشالة على الدي ان ايه، الصفات دي هتتنقل لبكتيريا تانية، بس شرط ان الدي ان ايه ده بيبقى فري حر، تمام، وبيبقى خارج غالبا من كائن ديد او البكتيريا بتبقى ميتة، وبيبقى ان ميديا يعني فري في الانفايرومنت رايح لبكتيريا تانية، شرط البكتيريا التانية دي تبقى كومبتنس محفزة انها تستلم الدي ان ايه ده، يبقى هو عبارة عن نقل نيكد دي ان ايه، دي ان ايه معرى، تمام، دي عملية الايه؟ الترانسفورميشن. طيب تاني عملية لعملية نقل الجينات دي اسمها عملية
الترانسدكشن. عملية الترانسدكشن دي بتتم من خلال الفيروس. لو جينا نتكلم عن الفيروس كده ونبقى مبسوطين بيه ككائن سعيد، هنعرف ان الفيروس اهو مكون من حاجة اسمها بروتين كابسيد، ومن حاجة اسمها الدي ان ايه. الفيروس لما بيهجم على اي خلية بيقول لها بس انا جيت، ويسيطر على مصنع الدي ان ايه داخل الضحية بتاعته، يقولها صنعي لي نسخ من الدي ان ايه بتاعي، تقول له حاضر يا سي السيد، يقول لها صنعي لي نسخ من البروتين بتاعي، تقول له حاضر يا سي السيد، يقول لها دخلي لي الدي ان ايه بتاعي جوه البروتين بتاعي، يعني اعمل لي كوبي مني، وبكده عملت له تكاثر، تقول له حاضر يا سي السيد. وبعدين يخرج عشان يهجم على خلية تانية يسيطر عليها وينقل لها الدي ان ايه بتاعه ويخليها تصنع له نسخ وهكذا. فاحنا فكرنا فكرة حلوة، قلنا احنا هنجيب الفيروس اهو، خلي الفيروس رسمته موحدة بالاحمر، احنا هنجيب الفيروس ولكن هنخرج الدي ان ايه بتاعه المؤذي ونحط الدي ان ايه اللي احنا عايزينه. الدي ان ايه اللي احنا عايزينه ده احنا عايزينه يتكاثر وعايزين عدده يزيد، فالفيروس حافظ مش فاهم، هيروح يهجم على بكتيريا ويسيطر عليها ويقول لها صنعي لي الدي ان ايه، هو طبعا مترجم انه كده كده هيصنع الدي ان ايه اللي جواه، اللي هو المره دي هل هو الدي ان ايه بتاعه المؤذي ولا الدي ان ايه اللي احنا عايزينه اللي احنا عايزينه. وبعدين يقول لها بس صنعي لي يلا البروتين بتاعي، تقول له حاضر، يقول لها يلا دخلي لي البروتين بتاعي جوه الدي ان ايه، وبكده احنا عملنا نسخ ونقلنا دي ان ايه من كائن لاي حاجه تانية بقى باستخدام مين؟ الفيروس. فعمليه الترانسدكشن بتتم من خلال الفيروس اللي هو بنسميه البكتيريوفاج، وبننقل جواه الدي ان ايه اللي احنا عايزينه، تمام، بس من خلال الفيروس. حلو. طبعا ليها طرق كتيرة جدا جدا جدا، بس ده الطريقة الرئيسية بتاعتها ان احنا استغلنا الفيروس كناقل من نواقل الدي ان ايه، وفيها تفاصيل كتير جدا. هو ده طبعا هينقل الدي ان ايه وهيكتر عدده، زي ما احنا شايفين البكتيريا هنا استلمت الدي ان ايه زودت عدده، تمام. احنا بعد كده نقدر نستخلص هذا الدي ان ايه من جوه البكتيريا. هتقول لي ازاي؟ هقول لك عادي، نروح جايبين الفيروس تاني، نقول له يلا يا فيروس، فالفيروس يدخل ويسيطر على الاعداد دي. يعني ايه الكلام ده؟ واحده واحده، يلا تاني. احنا كده خلاص عرفنا طريقة اكسار العدد، ازاي خلينا النسخ كتير. احنا دلوقتي عايزين نتكلم عن طريقة ايه؟ يلا نشوف كده. ادي الفيروس دخل جوه البكتيريا وزودت عدده واستنسخته، نروح احنا جايبين البكتيريات دي ونستخلص منها الدي ان ايه. يبقى احنا هنجيب البكتيريات دي كلها ونجمع الدي ان ايه اللي جواها. ادي نسخ الدي ان ايه اللي جواها، ونروح جايبين فيروسات جديدة وننقل بيها الدي ان ايه ده لأي كائنات ايه اخرى. ده باختصار كده عملية الترانسدكشن. اخر عملية كان اسمها الكونجيوجيشن. الكونجيوجيشن دي اسهل عملية فيهم، ان بيبقى عندك بكتيريا بيبقى اسمها اف بوزيتيف، بتبقى بكتيريا مخصبه او عندها 6 باللاي وعندها جين اسمه تراجين، بيبقى عندها باللاي او 6 باللاي. ال 6 باللاي ده قادر انه ينقل 1 كوبي
من الدي ان ايه لبكتيريا تانية. تمام. طبعا السكس باللاي دي مش صفة اساسية جوه البكتيريا، فبتبقى الصفة دي بتشالة على حاجة اسمها البلازميد. صفات الجينية بشكل عام بتبقى متشالة على الكروموزوم، ولكن الكروموزوم دي الحاجات الأساسية جوه البكتيريا، أما البلازميد دي الحاجات الإضافية. فالكروموزوم دي بتبقى الحاجات الأساسية جوه البكتيريا، أما البلازميد الحاجات الإضافية. الحاجات الإضافية دي اللي جوه البلازميد زي الأنتيبيوتيك ريزيستنت، الحاجات اللي بتقاوم المضادات الحيوية، زي مثلا جينات الطيران، جينات المقاومة، الجينات اللي مش أساسية دي بتتشال على البلازميد. أوكي، لازم البكتيريا اللي عندها قدرة السكس باللاي يبقى عندها صفات إضافية، اللي هي صفة التكاثر ذات نفسها بتبقى حطها على فين؟ على البلازميد. آخر عملية هنتكلم عليها في عمليات الدي ان ايه قبل ما نبدا المحاضره بتاعتنا، عمليه ترجمه الدي ان ايه لبروتين. ادي عندك البكتيريا، بكتيريا عليها دي ان ايه او جواها الدي ان ايه. بناخد وان كوبي من الدي ان ايه، نعمل له عملية اسمها ترانسكريبشن، يعني بنحول الدي ان ايه ده لماسنجر ار ان ايه. تمام، يبقى الترانسكريبشن عملية تحويل مين الدي ان ايه لماسنجر ار ان ايه. الترانسكريبشن ده عبارة عن ثلاث عمليات في بعض: انيشيشن، بدء الترجمة، إيلونجيشن عملية التطويل، ترمينيشن عملية الإنهاء. الإنيشيشن بنبدأ من مكان معين اسمه الستارت أو الإنيشيتور، وبيتقال عليه كلمة اسمها البروموتور اللي هو البادئ. إيلونجيشن ده التطويل، ترمينيشن دي النهاية. وبكده اتحول عندنا الدي ان ايه لماسنجر ار ان ايه. إنيشيشن، إيلونجيشن، ترمينيشن. إنيشيشن من الستارت او من الانيشيتور البادئ او من البروموتور، الانجيشن ده اللي بيطول الار ان ايه، ترمينيشن ده اللي بينهي. كده احنا عندنا الماسنجر ار ان ايه. ناخد الماسنجر ار ان ايه ننقله من خلال الترانسفير ار ان ايه للريبوزومات. هناك الريبوزومات بتاخد الماسنجر ار ان ايه ده وتترجمه، تطلع منه امينو اسيد، تربط الامينو اسيد مع الامينو اسيد برابطه اسمها بيبتايد، تربط البيبتايد مع البيبتايد وتعمل رابطه اسمها البولي بيبتايد، وفي الاخر البولي بيبتايد دي بتعمل حاجه اسمها الايه، البروتين. طيب نركز، يبقى احنا قلنا وعملنا البروتين، اتكلمنا عن الستارت البدايه، الانيشيتر البادئ، البروموتور. تمام، الالونجيشن المره دي بيحتاج انزيمات مختلفه، بتم بتصنع ار ان ايه فبنقول عليه اسم الانزيم اللي بيعمل الالونجيشن اسمه ار ان ايه بوليميريز. الترمينيشن او النهايه ليه طريقتين، طريقه بتعتمد على عامل اسمه رو ديبندنت او عامل انهاء، وطريقه اسمها رو اندبندنت. تمام، دي كل العمليات اللي هنشوفها في الدي ان ايه وشرحها.
نبدأ بقى دلوقتي مع بعض نشوف الكلام اللي عليها والتفاصيل. طبعا وانت بتذاكر انت كده فاهم الكلام ده تمام، اما الخطوات وتحفظ ايه منها فده اللي بيبقى ايه مكتوب. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ مع بعض دلوقتي عنوان جديد اسمه horizontal gene transfer. يعني ايه كلمة horizontal gene transfer؟ ان احنا بننقل الجينات. قال لك نقل الجينات في البروكاريوتيك سيل او في الكائنات البدائية. بننقل الجين from another microbe، يعني بننقل جينات من ميكروباية لميكروباية. same generation، من نفس الجيل تمام. in some cases، ممكن في بعض الحالات different species، يعني ننقل جينات من نوع لنوع، من انسان لحيوان، من حيوان لانسان تمام. حلو، يعني ممكن الكائن يبقى differ than الدونر، ممكن يبقى المعطي غير المستقبل. لا، يبقى مش شرط ان احنا ننقل horizontal gene transfer، مش شرط فيه ان احنا بننقل في نفس نوع الكائنات، من بكتيريا لانسان عادي، من انسان لبكتيريا عادي، من فيروس لانسان عادي، كله عادي. في ثلاث انواع من نقل الجينات horizontal، في عملية الترانسدكشن، عملية الترانسفورميشن، عملية الكونجيوجيشن. ثلاث عمليات هناخدهم واحدة واحدة. العملية الاولى الترانسفورميشن. العملية دي الريسيبيانت او المستقبل تيك ذا دي ان ايه، بياخد الدي ان ايه من البيئة. يبقى انا بديك الدي ان ايه بشكل مباشر من البيئة، ان الدي ان ايه ريليزد بيبقى خارج كائن، وممكن الكائن ده يبقى ميت from dead organism. يعني مثلا اقتلك واخد الدي ان ايه بتاعك، هو ده باختصار عملية الترانسفورميشن. وده بيحصل عادي جدا في البكتيريا الترانسفورميشن، زي تجربة جريفيث اللي اتكلمت عليها قبل كده، ان البكتيريا قدرت تاخد الدي ان ايه من البكتيريا الميتة، فدي عملية ترانسفورميشن. ودي بتبقى ليميتد للأسف، عملية محدودة. حلو، require specific بروتين، بتحتاج بروتينات خاصة، وان الريسيبيان سيل او الخلايا المستقبلة تحتاج كومبتنس، او الخلايا المستقبلة فيها تحتاج الى تحفيز. تمام تمام. يبقى بالتالي الترانسفورميشن هي عملية بيكون فيها المستقبل بياخد الدي ان ايه من البيئة وبيأخذه من بكتيريا ميتة، وتحتاج فيها الخلايا إلى تحفيز. الخلايا اللي بتستقبل لازم تحفز إنها تستقبل هذا الدي ان ايه. كده تبقى أول عملية. تاني عملية الترانسدكشن، بنقل الدي ان ايه from one cell to another، بس قال من خلال فيروس. يبقى الترانسدكشن العملية التانية ده من خلال ايه؟ فيروس. تمام؟ قال لك دي ممكن تتم ما بين بروكاريوتيك سيل او ما بين ايوكاريوتيك سيل، بس شخص شرط سواء في ايوكاريوتيك او بروكاريوتيك يبقى النقل من خلال بكتيريوفاج او من خلال فيروس. ركز بقى دلوقتي، ادي الانسان وادي البكتيريا، احنا عايزين ننقل الدي ان ايه من انسان لبكتيريا. اسمع القصة، بجيب الفيروس بفتحه وبخرج الدي ان ايه اللي جواه، وبحط بداله الدي ان ايه بتاع الانسان، ثم اخد الفيروس انقله وازرعه داخل البكتيريا، وبكده أبقى نقلت الدي ان ايه من الانسان للبكتيريا بواسطة الفيروس. هي دي عملية الترانسدكشن. يبقى عملية الترانسدكشن ان الفيج، ان الفيروس هو اللي ريبليكيت، هو اللي بينقسم وبيتكاثر جوه خلايا الهوست، جوه خلايا العائل. الفيروس هو اللي هيدخل هنا وينقسم ويتكاثر. ساعات
بعض الدي ان اي، سم اوف دي ان اي اوف ذا هوست اللي طالع من خلايا العائل يدخل جوه فيروس، اثناء ما الفيروس بيعمل حاجه اسمها سيلف اسمبلي، يعني والفيروس بيكون نفسه تمام ينقل الدي ان ايه. تعال احكي لك القصة الكاملة عشان تفهمها. احنا لو عايزين دلوقتي نحكي الحكاية الكاملة، دلوقتي مثلا انا عندي ده انسان، الانسان ده عنده دي ان ايه ودي بكتيريا، حلو خليها بلون تاني. البكتيريا دي برضو عندها دي ان اي. ميزة البكتيريا ان انقسام الدي ان اي بتاعها سريع جدا، اما الانسان بطيء. الانسان ده في صفة عنده انا عايزها ومحتاجها تتكاثر بسرعة، ففكرنا فكرة ان احنا نجيب فيروس، الفيروس ده هيدخل جوه الانسان تمام، وبعملية هنشرحها بعدين هياخد الدي ان ايه من الانسان، وبعدين الفيروس ده هيروح رايح يهجم على البكتيريا. لما بيدخل الفيروس اي كائن حي بيسيطر عليه وبيجبر الكائن الحي الجديد يقول له بس انا جيت، يطلع الفيروس الدي ان ايه اللي جواه للكائن الحي الجديد ويكبره انه يخليه يستنسخ الدي ان ايه اللي في داخله ويعمل منه نسخ كتيرة جدا جدا جدا. فالفيروس لما بيخش اي خلية يسيطر عليها ويقول لها بس انا جيت، يلا صنعي لي كتير من الدي ان ايه بتاعي، والخلية تقول له حاضر يا سي السيد لانه خلاص سيطر عليها. بعدين يقول لها بس صنعي لي بقى الاغلفة بتاعتي، الخلية تقول له حاضر يا سي السيد، يقول لها بس دخلي لي الدي ان ايه بتاعي جوه الأغلفة بتاعتي، تقول له حاضر يا سي السيد. وبعديها يبدأ الفيروس يتحرك ويخرج من الخلية الأخرى وهكذا. الفيروس بقى دلوقتي عمل ملايين النسخ، هو فاهم ان هو مسيطر على الخلية وبيجبرها انها تصنع الدي ان ايه بتاعه، بس احنا ضحكين عليه في الاول خالص وخلينا الدي ان ايه اللي هو بتاعه بدلناه بالدي ان ايه اللي احنا عايزين منه نسخ كتير، نروح جايين واخدين كل نسخ الدي ان ايه اللي جواه وعاملين منهم ادوية وقصص كتيرة جدا جدا جدا. فاحنا بنقول ايه؟ يبقى احنا نقلنا الدي ان ايه من خلية لاخرى من خلال الفيروس، ما بين بروكاريوتيك او ما بين ايوكاريوتيك، من خلال البكتيريوفاج او من خلال الفيروس. الفيج او الفيروس بينقسم داخل العائل تمام، وبعض الدي ان ايه بيدخل جوه الفيروس، ممكن بعض الدي ان ايه يدخل داخل العائل والفيروس بيكون نفسه، يبقى والفيروس بيكون نفسه ممكن ينقل بعض الدي ان ايه، والفيروس بيكون نفسه ينقل بعض الدي ان ايه. وين ذا فيج انفكتد، لو الفيروس ده عدا كائن اخر، يبقى لو الفيروس ده راح لكائن اخر وعدا انكوبوريت هيعطيه او هينقله الدي ان ايه تمام.
بعملية اسمها التهجين أو بعملية اسمها الريكومباينيشن. تمام. آخر عملية عندنا اسمها الكونجيوجيشن، دي عملية الجواز، ده بتحصل في البروكاريوتيك فقط، ولازم من كائن بدائي لكائن بدائي. عندي بكتيريا اسمها اف بوزيتيف، بيبقى عندها جين اسمه تراجين، الجين ده بيخلي البكتيريا دي عندها حاجة اسمها سكس بالله. البكتيريا دي ممكن تنقل الدي ان ايه بتاعها لبكتيريا اخرى، لانها اف بوزيتيف، ولان عندها تراجين، ولان عندها سكس بالله. يبقى احنا عملية الكونجيوجيشن هي مش شبه، لا تشبه لا الترانسفورميشن ولا الترانسدكشن. هنا الدونر او الخلايا المعطية ما بتكونش ميتة اثناء نقل الجينات، هنا البكتيريا بتعمل كوبي، بتعمل نسخة من الدي ان ايه بتاعها وبتنقله لبكتيريا اخرى. حلو. قال لك البكتيريا ميكينج كوبي، بتعمل كوبي من الدي ان ايه وبتنقله، بيبقى في حاجة اسمها البلازميد، وبننقل الكوبي وبننقل النسخة دي من بكتيريا لانظر بكتيريا. ما هو البلازميد؟ قال لك البلازميد ده عبارة عن small circle DNA replicate independently، ينقسم لوحده جوه الكروموسوم. ده بيبقى عنده information، عنده معلومات بتساعد على الانقسام، بيشيل one or more cellular trait، بيشيل من بكتيريا لبكتيريا تانية. بعض البلازميد على فكرة ده بينقسم لوحده وعنده معلومات إضافية، لأن المعلومات الأساسية بتبقى في الدي إن إيه، أما البلازميد بيبقى عنده المعلومات الإيه؟ الإضافية، وبيبقى نوت إسينشال، يعني ضروري ولا غير ضروري البلازميد؟ غير ضروري. البكتيريا عشان تعيش 100% محتاجة كروموزوم، ولكن لو عندها صفات إضافية ومش محتاجاها جدا بتحطها على البلازميد. صفات إضافية زي الميتابوليزم، صفات إضافية زي الجروس، صفات إضافية زي التكاثر، كل ده على البلازميد. صفات إضافية ممكن تديها مثلا سيرفايفل أدفانتج، أولوية النجاة وقت المضادات الحيوية مثلا، فتحطها على البلازميد. زي مثلا جين اسمي أنتيبيوتيك ريزيستنت جين، أو جين مضاد للمضاد الحيوي، دي صفات إضافية أحطها على مين؟ على البلازميد. تمام. اللي بعديها، يبقى البلازميد عليه الصفات الإضافية فقط، زي صفات المضاد الحيوي أو الصفات إن البكتيريا بتقاوم بها المضاد الحيوي. إزاي البلازميد بينتقل؟ قال لك أثناء الكونجيوجيشن، أثناء الزواج بتاع البكتيريا. البكتيريا الدونر، البكتيريا المعطية، بتطلع رود لايك، بتطلع عمود اسمه باللاي أو اسمه باللص. العمود ده بيروح للبكتيريا الريسيبيانت، للبكتيريا المستقبلة. بعد عملية الكونجيوجيشن البكتيريتين بينفصلوا، بتنقل اللي جواها وبتنفصل. الريكومباينيشن، التهجين بيتم ما بين البلازميد وما بين الكروموزوم، ما بين البلازميد وما بين الايه؟ الكروموزوم. كده الثلاث عمليات انتهوا. عملية الكونجيوجيشن ان عندي دونر سيل، بكتيريا معطية بيبقى عندها باللاي، انا قلت عليها اسمها السكس باللاي واسمها الاف بوزيتيف، وعندها جين اسمه تراجين. البكتيريا دي بتبقى خصبة وبتنقل الدي ان ايه بتاعها من كائن لكائن اخر. تمام. دونر وريسيبيانت، نوع النقل هنا بيبقى دايركت، ممكن ننقل جينات مميزة، دراج ريزيستنت، جين يقاوم الدواء، فالبكتيريا اللي بيتنقل لها الجين ده هتقاوم الأدوية والمضادات الحيوية. جين برودكشن، جين تكاثر، انزيمات، تكسير أدوية، الحاجات دي كلها.
تاني عملية اتكلمنا عليها عملية الترانسفورميشن، إن عندك البكتيريا بتبقى الدونر ميت أو 3 دي إن إيه، سايبة الدي إن إيه بتاعها، والخلية المستقبلة بتبقى كومبتنت، بتبقى المستقبلة بتبقى محفزة، والعملية هنا بتبقى اندايركت مش نقل مباشر. ليه؟ دي بتسيب الدي إن إيه بتاعها والتانية تروح تشربه أو تشفطه، فالنقل بيبقى غير مباشر. ايه الحاجات اللي ممكن تتنقل بالطريقه دي؟ البوليسكرايد والكبسول، بوليسكرايد كبسول بيتنقل بالطريقه دي. الترانسدكشن زي ما قلنا ده نقل من خلال الفيروس، فقال لك دونر سلايز دوز بكتيريا سيل، يعني الاول المعطي يهاجم بفيروس defective bacteriophage، فيروس متغير او فيروس معدلين احنا فيه حاجات، carrier of donor DNA، يكون الفيروس حامل للدي ان ايه المطلوب نقله، تمام، ويروح للريسيبيانت. دي طريقة طبعا تعتبر indirect، toxin enzyme fermentation، تمام. نبدأ دلوقتي مع بعض في حاجة اسمها السنترال دوجما. يعني ايه كلمة السنترال دوجما؟ هي الحكاية الكاملة اللي بتبدأ من اول الدي ان ايه لحد ما هتوصل للبروتين. اول حاجة بيقول لك بيبقى عندنا الدي ان ايه، ومن خلال انزيم اتكلمت عليه قبل كده سميناه الدي ان ايه بوليمريز، هو ده اللي بيعمل ريبليكيشن وانقسام للدي ان ايه. ممكن اعمل له عملية ترانسكريبشن وتحول من دي ان ايه لار ان ايه او لماسنجر ار ان ايه، وده من خلال انزيم اسمه ار ان ايه بوليميريز. ممكن اتحول من ماسنجر ار ان ايه واعمل ترانسليشن جوه الريبوزوم متحولا الى بروتين. نبدأ الترانسكريبشن. زي ما قلنا الترانسكريبشن من دي ان ايه لماسنجر ار ان ايه، يعني هو اللي بيصنع المسج. الترانسكريبشن او عملية تركيبة كاملة initiation elongation termination. يعني ايه كلمة initiation؟ initiation معناها ان انا بعمل single strand copy، نسخة كاملة من الماسنجر ار ان اي. يبقى initiation ان انا بعمل نسخة من الماسنجر ار ان اي، تمام. ببدأ الستارت بتاعي ببقى عايز دي ان اي تمبلت، نموذج دي ان ايه، دي ان ايه ديبندنت ار ان ايه بوليميريز، سيجما فاكتور بروموتور او عوامل بادئه، حاجه اسمها التاتا بوكس، اكتيفيتد نيوكليوتايد او طاقه ومركبات الطاقه المؤكتفه، اي تي بي جي تي بي سي تي بي يو تي بي، كل الحاجات دي اللي ببدا ترجمه من عندها. يبقى محتاج تمبلت دي ان ايه، DNA dependent RNA، sigma factor promoter أو tata box، activated nucleotide ATP GTP CTP TTP. طيب termination النهاية. النهاية إما intrinsic إما نهاية بتيجي داخلية، خلاص نهاية الترجمة، خلاص حولت من DNA messenger RNA، فالنهاية الداخلية بنقول عليها raw independent أو لا تعتمد على العامل raw. دي بيبقى termination sequence، ترتيب معين على الدي ان ايه هو اللي بينهي، فده بيبقى ترتيب معين. اول ما بيقراه الار ان ايه بوليميريز بيعمل ايه؟ ستوب. الترمينيشن سيكونس الترتيب المعين اللي بينهي الموضوع ده اسمه البالندروم. اسمه مين؟ البالندروم. البالندروم ده بيعمل حاجه اسمها رادر او انا او مدام، ده اللي بيعمل حاجه اسمها ستيم لوب او هير بوين ستراكشر، وبيعمل ديسلوكيشن او فصل او نزع للار ان اي من الدي ان اي. يبقى دي طريقه الترمينيشن الاولى بتبقى داخليه، ان انا عندي حاجه اسمها رو اندبندنت ترمينيشن سيكونس جوه الار ان اي سيجنال ار ان اي بوليمينيز، بيبقى عندي نهايه اسمها البالندروم هي اللي بتعمل ستيب لوب هير بير ستراكشر، ودي اللي بتبقى جاية من الدي ان ايه دمبلت. التانية اسمها رو ديبندنت، ودي بيبقى فيها ترمينيشن فاكتور قالك، ويبقى اسمها بي فاكتور او رو فاكتور،
ودي بتمسك في مكان معين في الماسنجر ار ان اي. قال لك الستيم لوب ستراكشر او اللي بننتهي عنده ان ذا تيرمينيشن ريجون بوز ذا ار ان اي. الستيم لوب ده بيوقف الار ان اي اول ما البي فاكتور بيوصل ديسوسييت فروم دي ان اي اند تيرمينيشن للترانسكريبشن. يبقى دلوقتي عمليه الترانسكريبشن ان عندي دي ان اي بيتحول لماسنجر ار ان اي. نبدا اول حاجه عايزين نبتدي، فبيبقى عندنا جزء اسمه الستارت. الستارت ده قلنا عليه تاتا بوكس وبيحتاج شويه عوامل قلناهم فوق، حاجه اسمها البروموتور البادئ واكتيفيتد نيوكليوتيد. اخرنا بنوصل لجزئيه اسمها الترمينيشن. الترمينيشن ده بيكون بنوعين، النوع الاولاني رو ديبندنت او بيعتمد على العامل رو. العامل رو ده بيبقى عباره عن سيكونس برضو ترتيب، بس مش ستارت بقى، بنسميه ترمينيشن. وبعباره اخرى بنسميه بالينديروم. اول ما بنوصل له تمام بيحصل حاجة اسمها هير بين لوب، يعني بيتكون لوب بيبعد عمود الدي ان ايه بعيدا او ديسوسييت او بيفكه عن الانزيمات اللي بتعمل عملية الترجمة. حلو، قلنا الايقاف يا رو ديبندنت يا رو اندبندنت. رو ديبندنت اندبندنت خلاص قلناه ترتيبه معينه، رو ديبندنت يعني بيعتمد على عامل اسمه رو. ده باختصار شديد عمليه الايه الايقاف. طيب دلوقتي احنا عندنا ماسنجر ار ان ايه، نعمل له ترانسليشن عشان نحوله لبروتين. يلا بينا. قال لك الجيناتك كود نان اوفرلابنج تريبلت كود، بتتقري الجيناتك كود ثلاث حروف ثلاث حروف. بيبقى عندك ادي رصة الدي ان ايه مثلا، احنا بنقعد نقراها تلاتات تلاتات وهكذا. قال لك الكود دي دي جنريت، يعني ايه دي جنريت؟ قال لك بعض الامينو اسيد ليها اكتر من وان كود، يعني ممكن اي تي سي بيخرج امينو اسيد واحد وبرضو الاي تي بي بيخرج نفس الامينو اسيد. هي دي معنى كلمة دي جنريت، اي ان كل امينو اسيد ممكن ان يكون له اكتر من كود. في بقى ستوب كودون او كودونات، اول ما بتوصل بتعمل ستوب لعمليه الترانسليشن او عمليه الترجمه، اسمها اوج واوا ويوجا. يوجا واوج واوا هما دول الستوب كودون. طب الترانسليشن بيحصل فين؟ في الريبوزوم. طبعا الريبوزوم بتاع البكتيريا زي ما احنا عارفين انه 30 اس و50 اس. 30 اس بيبقى عبارة عن 16 اس ريبوزوم و 21، اما ال 50 اس 5 اس و 23 اس ريبوزوم الار ان اي. وطبعا ده مش جمع، اس معناها سيفيدبرج يونت او وحدة خاصة لقياس الريبوزومات وتعني معدل الترسيب. تمام، يبقى 30 اس 16 و 21، اما ال 50 اس 5 اس و 23 اس. قال في ال 16 اس ريبوزوم بيبقى فيه الار ان ايه بيمسك بالنهايه رقم 3، يبقى ال 3 اند اوف 16 اس ريبوزوم عندك الار ان ايه اهو، ادي النهايه رقم 3. حلو، بتمسك للسيكونس اللي على النهاية رقم 5 في الماسنجر ار ان اي. يبقى 16 اس ريبوزوم عنده النهاية رقم 3
بتمسك في الخمسة في الماسنجر ار ان اي، بيعملوا حاجة اسمها شاين بالجرن سيكونس، تمام؟ ودول عبارة عن 8 بيز بيبدأوا دائما من الستارت ايه كودون. طبعا بيقول لك اس معناها سيفت بيرج يونت، وهي اللي بتستخدم لتفريق الريبوزومات ال 30 اس وال 50 اس، بتعتمد على تفريقهم على حسب السايز بتاعهم. وطبعا انا عندي 3 انواع من الار ان اي، 16 و23 و5. طيب الترانسليشن او الترجمة، الماسنجر ار ان اي 30 اس وال 50 اس زي ما قلنا، ومجموعهم او مش مجموعهم، مجموع الاحجام او سيفت بير يونت 70 اس. قال لك بيبقوا مشحونين بامينو اسيد وجي تي بي وطاقه و3 بريكاريوتيك انيشيشن فاكتور وعوامل بدء، ثلاث عوامل بدء، اي اف 1 و2 و3 وعامل واحد اسمه الونجيشن. هي دي متطلبات عمليه الترانسليشن او الترجمه. اول ما بنحتاج ماسنجر ار ان ايه بيبقى 70 اس 30 اس 50 اس وتشارجد امينو اسيد وبروكاريوتيك انيشيشن فاكتور والونجيشن. في ثلاث عمليات في الترجمه، انيشيشن الونجيشن ترمينيشن. اول عمليه الريبوزوم بيمسك في الماسنجر ار ان اي، عرفنا الريبوزوم هو بيمسك في الماسنجر ار ان اي، تمام؟ عشان يترجم ما بيعرفش، لان الماسنجر ار ان اي بعيد عن الريبوزوم، فبيجي ينقله الترانسفير ار ان اي. ترانسفير ار ان اي لازم يبقى ترتيبه انتي كودون، او بيمسك بالماسنجر ار ان اي يبقى عكسه. يعني لو الماسنجر ار ان اي اي تي بي، يبقى الترانسفير ار ان اي عكسه، تي اي مش اي تي بي بقى اي تي سي، يبقى اي تي سي، يبقى ده تي اي جي. يبقى لازم الماسنجر ار ان اي عشان يوصل للريبوزومات ينقله ترانسفير ار ان اي، وبيبقى عكسه. بعد كده الترانسفير ار ان اي بعد ما بيخلص يوصل اول ماسنجر ار ان اي، يمسك في تاني ماسنجر ار ان اي، يبدا يترجم الماسنجر ار ان اي واحد تلو الاخر، ويعمل بيبتايد بوند ما بين كل امينو اسيد بتترجم. الريبوزوم يقعد يتحرك ويترجم الماسنجر ار ان اي اللي جاياله من الترانسفير ار ان اي، ويتحرك دائما وابدا للنكست كودون ويصنع الامينو اسيد. بعدين يعمل بيبتايد تشين، وبعدين يعمل بولي بيبتايد تشين، وتستمر العملية دي لحد ما نوصل في الاخر للستوب كودون اللي احنا قلناهم، وبكده تبقى عملية الترجمة ايه انتهت. في اجزاء دي ان ايه والار ان ايه رئيسية وواضحة، وفي حتت للأسف بتعتمد سنة على انك تبقى حافظها، تمام؟ انت بتفهم المجمل بس، عادي انك تلاقي مثلا كم سطر لازم يتحفظه في الاخر. اوكي كده نبقى انتهينا. Thank you.